صوص الثاوزند ايلاند، او الصوص البينك اللي بتحبوه قوي، الاورنج شويه ده، اللي بيكون عند احد المطاعم بيتقدم مع البطاطس الفريسكس اللي بتحبوها. هو عباره عن ايه؟ كوبايه من المايونيز واربع معالق كبيره من الكاتشب، معلقتين كبار من المستردة، معلقه كبيره من الخل، ربع كوبايه من البصل الابيض المفروم الناعم، نص كوبايه من الخيار المخلل المفروم، معلقه صغيره من السكر، وملح وفلفل اسود. السكر ممكن يبقى عسل بالمناسبه، مفيش مشكله خالص. اول تركايه هتعملوها عشان الصوص ده يظبط معاكم، ان انتوا هتاخدوا البصل المفروم هتحطوا له الخل، حطوهم كده على بعض وسيبوهم انسوهم على جنب شويه. ماشي، عندنا ايه تاني؟ اجيب بولة ابدأ اشتغل فيها، وسباتشولا، ونبدأ شغل. ادي الكاتشب، ادي المايونيز، ادي المستردة، ادي الخيار المخلل، وطبعا ده يعني ايه اساس في الوصفة دي، السكر والبصل. سيبوه في الخل على قد ما تقدروا، كل ما البصل هينزل ميته مع الخل كل ما الصوص ده هيكون احلى. هاخد دلوقتي رشة من الفلفل الاسود، لو حابين ممكن تضيفوا رشة بابريكا، بس هي ملهاش اي لازمة، مش محتاج ابدا اضيف ملح نظرا لان انا عندي خيار مخلل مالح كفاية انه يظبط لي الملح في الوصفة كلها. وادي الصوص التاني، وعملنا صوص الثاوزند ايلاند.